اهلا بيكم. النهارده برضو هنتكلم على الالوان الحاره والالوان البارده، بس ازاي امزجها مع بعض بماده اشوف فعلا مزج الالوان قدام عيني. من الالوان الاساسيه هنستخدم النهارده اللي هو عجين الصلصال. ممكن انفذ نفس الخطوات دي بالالوان المائيه او بالالوان الاكريليك. دلوقتي نفتح الالوان ونشوف هنطلع مزج الالوان الاساسيه والفرعيه ازاي. لو الالوان لازقه مع بعض زي ما احنا شايفين كده، استعين بحد كبير يفصلها لي عن بعض بكتر او باي اداه رفيعه. دي كل الالوان اللي بتيجي مع الصلصال او العجائن بكل الالوان الاساسيه والفرعيه والالوان المحايده. على فكره الدرس الجاي هيكون عن الالوان المحايده وايه هي وبستخدمها ازاي وهي الوان ولا لا. المجموعه اللي على اليمين دي الالوان البارده، والمجموعه اللي على الشمال هي الالوان الحاره، بس في الوان اساسيه والوان فرعيه. انا هخرج بس الالوان الاساسيه ونشوف هنخرج منها ازاي كل الالوان اللي احنا عايزينها. الالوان الاساسيه زي ما قلنا ان هي الوان ما اقدرش اكونها، الوان ما اقدرش اجمعها من الوان تانية اللي هي الاصفر والاحمر والازرق. لو اخدت جزء من الاصفر وجزء من الاحمر ومزجتهم مع بعض، درجة اللون بتتحكم انا حطيت احمر قد ايه وحطيت اصفر قد ايه. حطيت اصفر فات كتير هيديني اورنج فاتح، برتقالي فاتح. حطيت احمر كتير هيديني برتقالي غامق. بمزجهم مع بعض. العجين سهلة جدا وطرية، اقدر اشوف بعناية ازاي بكون الالوان. اداني لون البرتقالي. لو انا اخدت دلوقتي جزء من الاحمر وجزء من الازرق، وبرضه حسب ما انا هعمل المزج دوت هيديني درجة اللون. بمزجهم مع بعض هيديني لون، شايفين بيطلع لون ايه؟ لون بنفسجي. يبقى الاصفر والاحمر بيديني برتقالي، الازرق والاحمر بيدوني بنفسجي. طيب اللون الثالث هو ايه؟ لون الزرع، اللون الجميل، لون الاخضر، بكونه من الازرق والاصفر. لو انا جيت حطيت ازرق كتير هيديني اخضر غامق، لو حطيت اصفر كتير هيديني اخضر فاتح، اخضر مصفر لون ورقه الشجره الجديده دي. فدرجه المزج هي اللي بتديني درجه اللون. يبقى الازرق والاصفر يدوني اخضر. طلعت كام لون؟ انا طلعت تلات الوان من كام لون؟ من تلات الوان. يعني تلات الالوان الاساسيه طلعوا لي تلات الوان فرعيه، صح كده؟ من الثلاث الوان دول والثلاث الوان الفرعية بطلع كل الالوان اللي موجودة في الدنيا اللي اقدر اشوفها بعناية. الست الوان دول مقسومين برضو لثلاث الوان باردة وثلاث الوان سخنة. الازرق لون اساسي بارد، الاخضر والبنفسجي الوان فرعية باردة، الأحمر والأصفر ألوان أساسية سخنة، البرتقالي لون فرعي سخن. خلاص كده عرفنا إيه هي الألوان السخنة والألوان الباردة وأقدر أمزجها إزاي. تعالوا بقى نعمل دايرة الألوان بالعجين دي. بسيطة جدا، باخد اللون وأفرده بأي حاجة مدورة بالنشابة أو الرول بتاع العجين صغير، او قلم مدور، رصاص، او قطعه خشب مدوره، وانا هعملها على شكل المثلثات المتجاوره. ممكن احنا نعملها دوائر جنب بعض، نعمل دايره الالوان بدوائر، ممكن نعملها بمستطيلات، اي شكل يعجبك ممكن ننفذ بيها دايره الالوان. اول لون حطيته اللون البرتقالي اللي هو لون فرعي متكون من الاحمر والاصفر. هحط جنبه اخواته اللي عملوه، اللون الاحمر
واللون الأصفر هحطهم جنبه. يبقى كده أنا عملت الألوان الساخنة، البرتقالي والأحمر والأصفر، نص دايرة الألوان. الأزرق لون أساسي، هيطلع لي لونين فرعيين اللي هو الأخضر والبنفسجي. كده أنا عملت دايرة الألوان بالصلصال وعرفت بتتكون منين الألوان الأساسية والفرعية. يارب تكون المعلومة كانت سهلة وبسيطة وتقدروا تطبقوها وتعرفوا إيه هي الألوان الأساسية وإيه هي الألوان الفرعية وإيه هي دائرة الألوان. تمام؟ دي دائرة ألوان بسيطة. أشكركم وأشوفكم في فيديو جديد.